جمالك من الطبيعة يقدم لكم من طرف ناتوري سوان. ناتوري سوان جمالك الطبيعي. زيت الزنجلان لها منافع، والحلقة اللي تكلمنا فيها على الزنجلان وآخر دراسات اللي بينات على أنه مصدر رائع للكالسيوم ومنافعه كثيرة خاصة لصحة المرأة، أنه الكثير من السيدات كيبداو كيعانيو من نقص من الكالسيوم من هشاشة العظام. كنت نصحتينا بزاف بالزنجلان علينا السيدة ممكن تاكلو كل يوم. اليوم غادي نتكلموا على الزيت الطبيعية ديال الزنجلان وكيفاش كتستعمل في الجمال. نعم، الويل دو سيزام اللي هي زيت الزنجلان او زيت السمسم. سيزام اوفغ توا. نعم الي ماجيك. لا فعلا الي ماجيك، هادشي عندها منافع كبيره وسحريه. غير هو باش نصحح الاخوات، انا اليوم بغيت نهضر على الزيت باش نصحح لهم واحد المعلومه مغلوطه. زيت الزنجلان ما كدارش في النهار، لحقاش كانت في بعض المواقع وبعض الامور اللي كيقول لهم زيت الزنجلان راهي في مثابه اكرون توتال، يعني زيت الزنجلان في مثابه واحد المضاد ديال الشمس، فهذا مساله مغلوطه. زيت الزنجلان كتحتوي على واحد الزيوت طبيعيه، وكتحتوي على واحد الزيوت هائله. غير هي لاش كتصلح؟ كتصلح لترطيب البشره، وكتصلح كذلك للشعر. اذا هنا زيت الزنجلان احسن استعمال ديالها هو استعمال الشعر، خاصه الاخوات اللي كيتصلوا وكيقول لك راه الشعر ديالهم مقرض، الشعر ديالهم ما رجعت ليش الحيويه ديالو. فهنا كنقول لكم زيت وحده يمكن لها تساعدكم على علاج هذه المشاكل اللي هي زيت الزنجلان. اذا زيت الزنجلان كيفاش كنستعملوها؟ بسيطه، كناخذوها كندير واحد شويه في اليد ديالنا، كنحكو يدينا وكندهنوا الجلده ديال شعرنا وشعرنا وكنباتوا بها، ماشي مشكل. ولكن باش ندهنوها مباشره على البشره ونخرجوا للشمس هذه مساله ضاره. وإلا بغينا نستعملوها للبشره ديالنا ناخذوا معلقه صغيره ديالها، ولكن زيدوا عليها معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو. هنا كنضرقوا ديك القوه ديالها انها كتجبد اشعه الشمس، ويمكننا نستعملوها بالنهار ماشي مشكل. وهكذا لاله حنايا دائما كنحرصوا على جمالك بوصفات دائما مضمونه وامنه من عند الدكتور عماد. وجمالك من الطبيعه. جمالك من الطبيعه قدم لكم من طرف ناتوري سوان. ناتوري سوان جمالك الطبيعي.